نبدأ كده بسم الله. الامتحان بتاع تالتة إعدادي، أول امتحان عندنا على يونت 1. طبعا هتلاقي فيه أسئلة جزء منها تراكمي شوية، برضو عشان نتعود على إن احنا نحط أسئلة تراكمي ليها علاقة بالقديم شوية. زي question 1 قدامك يقول لي 2 باور كي ماينس 3 ايكوال 1. طيب خلينا نبقى متفقين في الأول كده إن any number، أي حاجة، أي number عندي باور 0 equal 1 طبعا except الزيرو. لو في زيرو هنا يبقى not equal لل 1. طيب يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان هو جايب لي دلوقتي حاجة equal 1، ده معناها ان الباور ده equal 0. طيب k minus 3 equal 0، ده اللي يخلي لي الكيب بكام؟ ب 3، عشان تبقى 3 minus 3 equal 0. السؤال اللي بعده عايز السوليوشن سيت بتاعت الفانكشن، فانكشن x equal 0. طيب الاول دي كوادراتيك فانكشن، خلينا نبقى متفقين كده ان اشكال الكوادراتيك فانكشن احنا اتفقنا سواء بقى كانت واخده علامه اليونيون او علامه الانترسكشن مش فارقه، شكل الكوادراتيك فانكشن بيتحط يا اما كده يلمس الاكس اكسس في 2 بوينتس، فيبقى في 2 سوليوشنز اللي هو البوينت دي والبوينت دي. تمام، الاكس الكوردينت بتاعت الاكس اللي موجوده، يعني مثلا لو البوينت دي 2 و 0 دي، او خليها بقى نيجاتيف 2 و0 وهنا 2 و0، يبقى السوليوشن سيت بتاعي هو 2 ونيجاتيف 2. ده كده الحل بتاعي. طيب افرض يا مستر كانت الرسمه بتاعتي عامله كده، ما لمستش الاكس اكسس خالص، يبقى على طول هنقول ان السوليوشن سيت ايكوال فاي. طب افرض لمست الاكس اكسس في بوينت واحده، يبقى مكان البوينت اللي هتلمس فيها دي لو هي مثلا الاوردر بير اسمه 3 و0، يبقى السوليوشن سيت بياخد الاكس بس كوردينيت اللي هو الثري. انا لما ارجع ابص كده لشكل الكيرف، الكيرف ده ما لمسش الاكس اكسس خالص، يبقى السوليوشن سيت ايكوال 4. الكويشن اللي بعده بيقول لي ax باور 2 بلس bx بلس c ايكوال 0، دي كوادراتيك ايكويشن يعني من السكند ديجري. انا عارف ان الشكل ده هو بتاع الجنرال فورمولا، هي ايكوال 0، ال A اللي هو الكوفيشنت بتاع x باور 2، ال B كوفيشنت ال x، ال C هو الابسوليوت تيرم. بيقول لي كل ده، طبعا احنا عارفين ان الجنرال فورمولا بتاعتي x equal negative b negative or positive square root b باور 2 minus 4ac over 2a. خد بالك بقى ان انا عيني كلها على اللي تحت الروت، قلنا اللي تحت الروت ده بيتحكم في كل حاجه. لو كان اللي تحت الروت اللي هو b باور 2 minus 4ac ده كان equal 0 أو كان greater than zero يعني من الآخر positive، أو كان less than zero يعني negative. كل واحدة من دول بتطلع فكرة. لما كان اللي تحت الروت بزيرو بيطلع two same solution، يعني الحلين زي بعض بالظبط، فأنا بعتبرهم حل واحد بس. زي المسألة دي كده ليها حل واحد. طيب لو كانت greater than zero بيطلع two different solution زي أول رسمة رسمناها اللي هي دي. طب افرض كانت less than zero، ده معناه إن مفيش حلول، الحلول not belong للريل، زي الرسمة اللي احنا رسمناها هنا اللي هي كانت ما لمستش الـ x. فهو هنا بيقول لي إن كل ده أكبر من الزيرو اللي هو اللي تحت الروت b باور 2 minus 4ac. طيب طالما هو greater than zero ده معناه إن هو positive، وده هيخلي الـ equation ليها كام روت في الـ r، كام حل في المسألة؟ عندي حلين والاثنين ديفرنت. طبعا السؤال اللي بعده بيقول لي الفانكشن فانكشن x x باور 2 ماينس 5x، فانكشن x ايكوال x باور 2 ماينس 5x. هو بيقول لي انترسكت الx اكسس. طيب اول ما بسمع كلمه انترسكت الx اكسس يبقى انا متاكد على طول ان انا هحط الواي بزيرو. طب مين الواي بالنسبه لي هنا؟ هي الفانكشن، يبقى هحط مكان الفانكشن كده 0 ايكوال اكس باور 2 ماينس 5 اكس. قول لي بقى ايه اللي ممكن تعمله عشان تعمل سولف الايكويشن دي. انا ممكن يا مستر من تاني اعدادي كده ممكن اخد اتش سي اف اللي هو الاكس، لو خدت الاكس كومن هيبقى لي اكس ماينس 5، كل ده ايكوال 0، البرودكت بتاع الحاجتين دول ايكوال 0، ده معناه ان الاكس ممكن تبقى ب 0 او الاكس ممكن تبقى ب 5. انا دلوقتي عندي الاكس ب 0 والاكس ب 5، وفي الحالتين كده كده انا اللي حاطط الواي بكام؟ ب
0 لان انا متاكد ان هو انترسكت مع الاكس اكس. يبقى الاوردر بير هنا هيبقى كام وكام؟ الاكس ب 5 والواي بتاعتها ب 0. الاكس ب 0 والواي بتاعتها ب 0. يبقى دول التو بوينتس اللي موجودين على الـ 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 او اللي بيلمسوا فيها الفانكشن الاكس اكسس. هو بيقول لي هنا انترسكت اكس اكسس ات ذا تو بوينتس. فين التو بوينتس اللي انا اخترتهم؟ 0 0 و 5 و 0. ادي 0 0 5 و 0. الكويستشن اللي بعده بيقول لي ذا تو ستريت لاينز ريبريزنتنج ذا تو ايكويشنز ده وده اور نوت. طيب خلينا نتفق الاول، هو امتى يبقوا بارلل؟ لما ما يبقالش ليهم سوليوشن خالص. السوليوشن سيت فاي امتى يبقى بيربنديكولار؟ يعني هما انترسكتنج بس ما اعرفش ايه قصه بيربنديكولار دي، او ممكن اشتغل بالسلوب عشان اثبت ان السلوب بتاع ام1 تايمز ام2 ايكوال نيجاتيف 1. انترسكتنج والله اللي احنا خدناه ان هما انترسكتنج لما يكون التو سلوبز نوت ايكوال. كونسيدنت معناها التو سلوبز ايكوال في نفس الوقت، البوينت اوف انترسكشن مع الاكس اكسس او مع الواي اكسس هي هي. طيب من الاخر عشان نبقى متفقين، انت هتعمل ايه؟ بدايه كده حضرتك لازم تركز على طريقه حل. انت عايز تحل بالسلوب، خلاص تعالى نكتب الايكويشن الاولى ونكتب الايكويشن الثانيه ونجيب السلوب هنا الام 1 وهنا الام 2 وابدا بعد الام 1 والام 2 اقرر. بص كده الايكويشن الاولى x minus y equal 2، الايكويشن الثانيه 2x minus 2y equal 4. طب تعالى نبدا يلا. السلوب هنا طبعا طالما الاكس والواي الاثنين في نفس السايد يبقى نيجاتيف كوفيشنت اكس اوفر كوفيشنت الواي. طيب يعني نيجاتيف 1 اوفر كوفيشنت الواي بنيجاتيف 1، الاجابه هتطلع ب 1. طب بص للسلوب الثاني، السلوب الثاني نيجاتيف، هنكتب نفس القانون اهو، نيجاتيف كوفيشنت اكس اوفر كوفيشنت واي. يعني نيجاتيف كوفيشنت الاكس ب 2 كوفيشنت الواي نيجاتيف 2 برضه طلعت ب 1. طيب دلوقتي اللي انا فاهمه ان طالما السلوب زي السلوب يبقى ده معناه ان التو لاينز يا اما بارلل يا اما كونسيدنت، الاثنين شكلهم عامل كده. فمين اللي بيحدد؟ قلنا كل اللي بنعمله بنحط مثلا الاكس ب 0 هنا وفي نفس الوقت هنحط الاكس ب 0 هنا في الايكويشن هنا وهنا. لما انا احط الاكس ب 0 تلاقوش طوب عليها خالص، اتبقى لك نيجاتيف واي ايكوال 2، وده يخليني اقول ان الواي بنيجاتيف 2. لو البوينت دي طلعت زيها يبقى ده معناه ان الاثنين كونسيدنت، لو طلعوا نقطتين مختلفين يبقى في تو لاينز غير بعض خالص. انا لما احط الاكس هنا ب 0 كل ده طار، بقى نيجاتيف 2 واي ايكوال 4. لو عملت ديفايد نيجاتيف 2 ده معناه ان الواي ايكوال نيجاتيف 2. طب يا مستر ده البوينت هي هي، يبقى ده معناه ان هم كونسيدنت. دي طريقه. في طريقه ثانيه الناس ساعات بتعتمد عليها شويه في الحل، ايه هي؟ ان هو بياخد باله ان الايكويشن دي لو انا عملت لها تايمز 2 في كل الليفت هاند سايد والرايت هاند سايد بقت 2 اكس و 2 واي و 4. طب ما هي دي هي هي دي بالظبط، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان الاثنين كونسيدنت. طيب امتى بقى تبقى بارلل؟ لو انا كتبت لك كده، بص اكس ماينس واي ايكوال 5 و 2x، بص انا ضربت في 2 minus 2y ضربت في 2 equal 7، لا ما ضربتش في 2. يبقى لو انا كتبت لك كده يبقى دول parallel على طول من غير ما تحل، لقيت الاولى زي الثانيه بالظبط بس الارقام مختلفه او حاجه اتغيرت يبقوا parallel، لكن زي بعض بالملي يبقوا الاثنين coincident. دي طريقه من الطرق اللي ممكن تخليك تحل المساله اسرع شويه. فالاجابه هنا هي كلمه coincident. سؤال بعده، the difference between two numbers is one. طب انا مش عارف مين الارقام. difference between two numbers يبقى ممكن اكتب له x minus y equal one. let the first number x وال second number y. ادي اول equation. and the square of their sum is 25. the square of their sum. ركز بقى. طبعا انا متاكد ان في ناس كتبت كده. الجملة دي اسمها the sum of their squares، هو قصده اجمع السكويرز بتاعتهم، اعمل سكوير لده وسكوير لده واجمعهم، بس مش دي الجملة.
عشان كده انتوا اللي كتب دي طلعت غلط. امال ايه اللي هيحصل؟ هو الجمله اسمها the squares of their sum. او فدي غلط خالص. امال ايه اللي هيحصل بقى؟ شكل الجمله المظبوط هيبقى ان انت هتعمل sum وتعمل square للناتج. الناتج هيبقى equal 25. طيب ايه الحل؟ حل بسيط طبعا. خد بالك بقى، بغض النظر ان هم فيهم اختيارات تقعد تجرب بيهم، انا ممكن ابدا احلها على طول ان انا اشيل الاكس واحط مكانها وادي دي بره تبقى 1 plus y، وابدا اعمل substitution هنا، شيل الاكس واحط 1 plus y، 1 plus y plus y all power 2 equal 25، 1 plus 2y all power 2 equal 25، واكمل عادي خالص. تمام، هبدا افك البراكت باور 2. او في ناس بدات تفكر بطريقه اسرع شويه، يقول يا مستر ما انا ممكن اخد الروت، تيك السكوير روت عشان اموت الباور، تبقى 1 بلس ال 2y ايكوال نيجاتيف اور بوزيتيف 5. فانا عندي حلين، ان 1 بلس ال 2y ب 5 و 1 بلس ال 2y بنيجاتيف 5. ارمي ال 1 بره هتبقى 4، اعمل ديفايد 2 هتبقى 2، ارمي ال 1 بره هتبقى نيجاتيف 6، اعمل ديفايد 2 هتبقى نيجاتيف 3. كده انا عندي ال y. تعالى نعمل بقى سبستيتيوشن في ال 1 الايكويشن دي اللي هي السهله، 1 بلس y، يبقى الاكس هنا ايكوال 1 بلس ال y، الاكس هنا 1 بلس ال y، دي على الاله نيجاتيف 2، دي على الاله 3. يبقى ال 2 نمبرز يا 3 و 2 يا نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. بص الاختيارات في 2 و 3 هي الوحيدة اللي فيها الاختيار المظبوط. طبعا ده انا بقول الكلام ده على اساس ان احنا بنحل بقى بستبس. طيب if the curve of the quadratic function does not intersect x axis at any point then the number of solutions of the equation is not. طبعا واضحة جدا زيرو، ملهاش ولا حل لان هي ما بتلمسش ال x axis اساسا في اي مكان. The number of solutions of the two equations. طيب عشان أحدد the number of solutions لازم أبدأ أحل بنفس الطريقة دي. طريقة السلوب هي اللي بتحدد لي. تعال نشوف. The two equations 2x minus y equal 3 و x plus 2y equal 4. تعال نجيب السلوب هنا وهنا. السلوب equal negative coefficient x over coefficient y، هتطلع ب 2. السلوب هنا negative coefficient x over coefficient y هتطلع negative half. طب طالما ال m1 not equal ال m2، ال two slopes not equal، يبقى therefore the two lines l1 و l2 are intersecting. وطالما هما الاثنين intersecting يبقى فين ال solution البوينت دي؟ يبقى في كام solution للمسألة؟ one solution بس. فهنختار هنا one solution. السؤال بعده بيقول لي if the intersection point of the two straight lines x minus 1 equal 0، ال two straight lines x minus 1 equal 0 و y equal 2k lies in the fourth quadrant، في الفورث quadrant. طيب ايه اللي انا فاهمه من موضوع الفورث quadrant؟ الانترسكشن بوينت طبعا انا هنا اقدر اجيب الفاليو بتاعت الاكس، الاكس ايكوال 1 بوزيتيف 1 او نيجاتيف 1 طلعت بره بقت بوزيتيف 1، فانت متاكد ان الاكس ب 1، ناقص لك مين؟ الواي. طيب هو لعب ليه على موضوع الفورث كوادرنت؟ عشان ياكد لك ان مكانك هنا الحته دي. طيب الحته دي الاكس فيها ب 1 يبقى الواي لازم تبقى نيجاتيف، انت متاكد ان دي لازم تطلع نيجاتيف، يعني الواي لازم تبقى نيجاتيف، يعني ال 2 كي لازم تبقى نيجاتيف. طيب هو بيقول لك ايه بقى؟ ال k may be equal كام؟ بص الاختيار الوحيد اللي نيجاتيف هو نيجاتيف 5. السؤال اللي بعده عايز السوليوشن ست واضحه برضو، كوادراتيك فانكشن لمست ال x axis في نيجاتيف 2، فهنختار نيجاتيف 2. The two digit number in which the unit digit x، طبعا في الفيديو بتاع الشرح شرحنا الحته دي وقلنا ان اي نمبر في الدنيا بيتكون من يونت وتنس. اليونت هو مديها لي اسمها اكس والتنس واي،
اليونت باكس والتنس بوي. انت عايز ايه بقى؟ النمبر نفسه. The two digit number in which the unit digit x and the tens digit is y is not. ايه هو النمبر؟ النمبر عبارة عن ايه؟ هل هكتب x والزق فيها y؟ طبعا انا عايز الفاليو بتاعته، يبقى قيمته يعني الرقم ده ايه هو. فهنعمل ايه؟ اليونت بتنزل اسمها x، التنس بعمل لها باي 10 واعمل لهم بلس، وشرحناها قلنا قبل كده لو هي 54 فهي عبارة عن 4 في اليونت و5 تنسس. طب هل هي 4 بلس 5 ولا 4 بلس 5 باي 10؟ اه يبقى هي نفس القصه هنا، اكس بلس 10 واي، اكس بلس 10 واي. If the solution set of the equation D is negative 3، طبعا solution معناها هو الرقم اللي بيتحط مكان الاكس بحيث انه يخلي الليفت هاند سايد ايكوال الرايت هاند سايد. تعالى نكتبها تاني، اكس باور 2 plus mx plus 9 equals 0. مين الـ solution بتاعي؟ الـ solution هو مديهولي الـ x equal negative 3. تعالى نحط كده الـ x negative 3، كل x تقابلني حط مكانها negative 3، بقت negative 3 power 2 plus m by negative 3 plus 9 equals 0. negative 3 power 2 بـ 9، m by negative 3 negative 3m plus 9 equal 0. مين الـ unknown؟ negative 3m، طردها بره اللي هي 3m بس، equal 9 plus 9 18. لو انا عايز اجيب الـ m هعمل divide 3 في الـ 2 sides يبقى الـ m equal 6. هو طالب مني الـ m بكام؟ 6. طبعا هي مفيش positive و negative. The number of solution of the equation is كام؟ طيب ايه الفكرة؟ هعمل ايه؟ والله دي مسألة ممكن اعمل لها factorize، فانا هنقل الاكويجن. الاكويجن بتقول x باور 2 minus 10x plus 25 equal 0. هفكر في الفاكتورايز الاول، لو انا حطيت ال 2 brackets ده trinomial x و x، عايز رقمين يدوني 25 والsum بتاعهم 10 5 by 5، الساين الأخيرة بوزيتيف يبقى الـ 2 brackets زي الميدل ساين. طب ما دلوقتي الـ 2 brackets زي بعض، فأنا قلت قبل كده إن أنا باخد واحد بس أسويه بالزيرو، وساعتها هيطلع كام حل؟ one solution only، حل واحد بس. تمام؟ فالإجابة 1. السؤال اللي بعده بيقول لي الـ x equal كام؟ طبعًا هنا فكرة السؤال ان انا ممكن اعمل سبستيتيوشن او اجرب الارقام، والطريقه الثانيه ان انا ابدا اشتغل بطريقه السبستيتيوشن لان دي ايكويشن من السكند ديجري وهنا الفيرست ديجري. طيب تعالى ننقل x باور 2 بلس x y ايكوال 15 و x بلس y ايكوال 5. ايه الاسرع؟ طبعا هنا انا مش بتكلم لسه على موضوع الاسرع، انا بتكلم دي الايكويشن اللي انا هجيب منها الرايق. ايه الاسرع، اخد الاكس ولا الواي؟ طبعا الواي. ليه يا مستر الواي؟ عشان الواي هيتعمل بيها سبستيتيوشن هنا مره واحده بس، لكن الاكس هتتعمل مرتين وهتضطر تفك بيها براكت، فخلينا نجيب الواي. اطرد الاكس بره يبقى 5 ماينس اكس، خلاص دي ملهاش لازمه، وهناخد دي نسميها 1 ودي نسميها 2 ونكتب سبستيتيوت from 1 into 2. شيل كل y وحط كل ده هنا. شكل الايكويشن الجديده وانا بعمل لها سبستيتيوشن بقت x باور 2 plus x باي مكان ال y 5 minus x، كل ده equal 15. ظبط الكتابه تاني، x باور 2 plus اضرب الx هنا وهنا، x باي 5 5x، x باي x x باور 2 equal 15. طب ما دي ودي طاروا، اتبقى 5x equal 15، يبقى ده معناه لو عملت divide ال 5 يبقى الاكس لوحدها equal 3. هو طالب مني الx equal كام؟ 3. ده solution للequation، يبقى ده معناه الـ a بكام؟ قلنا أي كلمة solution عوض على طول، 2x minus ay 2x minus a y
equal 3 والordered pair اسمه 2 3. طبعا ده مكان الx وده مكان الy. يبقى دلوقتي ابدا اعمل substitution، يبقى 2 مكان الx 2 minus a مكان الy 3 equal 3. 2 by 2 4 a by 3 3a equal 3. تعالى نطرد دي بره ونجيب دي مكانها زي ما تعودنا على طول، يبقى بدل نيجاتيف 3a بوزيتيف 3a، وادي 4 بدل بوزيتيف 3 نيجاتيف 3، يبقى ال 3a equal 4 شيل منها 3 1 اعمل divide 3 يبقى ال a equal 3rd. question اللي بعده عايز ال solution set بتاع ال 2 equations دول. طبعا هنا x minus 1 equal 0، x minus 1 equal 0. من هنا نقدر نجيب الفاليو بتاعت الx equal positive 1، كده انا جبت الx خلاص. هنا بقى x power 2 plus y power 2 equal 2، x power 2 plus y power 2 equal 2. تعال نشيل x ونحط 1، بقت 1 power 2 plus y power 2 equal 2، ال 1 ب 1 y power 2 equal 2، ارمي ال 1 بره، 2 minus 1 ب 1 take root. وأول لما تاخد السكوير روت اعرف على طول انك هتطلع 2 solutions اللي هما negative و positive 1. طب ال x ب 1 معاها مرة 1 ومعاها مرة negative 1، يبقى ال order pair 1 1 1 و negative 1. ده كده ال solution set بتاعتي، هنختار الحلين 1 و negative 1 1 1. السؤال اللي بعده بيقول لي the solution set of the two equations represented by L1 L2 is not. طبعا هنا الناس اتلخبطت بسبب ان هم دوروا على النقطة اللي لمست فيها الاكس اكس اللي هي 2، تمام، فاختاروا 2 0 اللي هي دي. غلط. ليه؟ لان دول 2 straight lines، ال2 ده مش كيرف، مش quadratic function، ده L1 و L2 كل واحد فيهم first degree equation وفيها ال2 variables بتاعتها مثلا. فدلوقتي الـ two equations دول الـ intersection point بتاعتهم دي، فده معناه ان الـ order pair هنا هو 3 في الـ x و 2 في الـ y، 3 و 2. If the number x is more than twice the number y by 3 then الترجمة بتاعت الجملة دي ايه؟ x is more than، قلنا more يعني minus، يبقى x minus twice الـ y يعني 2y باي 3. علامة باي هنا مش مقصود بيها باي اللي هي multiplication، لا دي معناها equal، يعني x minus 2y equal 3، x minus 2y equal 3. question بعد وعايز ال solution set بتاع ال 2 equations دول مع بعض، x minus 2y equal x minus 2y equal 1 و3x plus y equal 10. اتفقنا عشان نحل دي ال2 equations من الفيرست ديجري هنحلهم بطريقه الاوميتنج. هنطير x ولا y؟ والله انا شايف الاسرع ال y، لان هنا دي نيجاتيف ودي بوزيتيف. هنعمل الايكويشن الثانيه تايمز 2. الايكويشن الاولى ولا ليك دعوه بيها اهي، الايكويشن الثانيه 3 by 2 6 y by 2 2y 10 by 2 20. اعمل هنا add عشان ال negative 2y وال positive 2y هيطيروا، x plus 6x 7x 1 plus 20 21. اعمل divide 7 عشان اجيب ال value بتاعت ال x، فال x طلعت ب 3. هرجع اعمل بقى substitution مثلا ال equation هنا، substitute هنا، يبقى شكل ال equation بقت 3 by x اللي هي 3 by 3 plus y equal 10. 3 by 3 ب 9، 9 plus كام يديني 10، 9 plus 1. يبقى ال ordered pair عندي 3 في ال x 1 في ال y، ده شكل ال ordered pair 3 1. السؤال اللي بعده بيقول لي the triangle is equilateral. طيب واحدة واحدة بقى، ال triangle ده equilateral معناه ان كل السايدز قد بعض، يعني ده اللي هو 3x minus y
3x minus y equal x plus 2y equal x plus y plus 2. طيب انا مش فاهم ايه اللي انا ممكن اعمله. والله في حاجات كتيرة ممكن تتعمل. يعني على سبيل المثال من الحلول اللي ممكن تبقى سريعة جدا طالما ده equal ده, ما تيجي نكتب دي x plus y plus y equal x plus y plus 2. انا فكيت ال 2y ل y و y ونقلت دي زي ما هي. بص كده, مش دول هما دول, يبقى ده معناه ان الواي بكام؟ ب2. وبعد ما جبت الواي ب2 اقدر اكمل بقى, يعني اقدر ابدا اعوض واشوف القصه هتمشي ازاي. يعني ايه؟ تعال نشيل الواي بنحط مكانها 2 هنا, فتبقى وهنا برضو, يبقى 3x minus مكان الواي 2 equal x plus 2y, يعني 2 by 2. 3x minus 2 equal x plus 4, لم الإكسات, 3x minus x دخلتها جوه طلعت 2 بره, يبقى 4 plus 2 اللي هي 6, دول كده ب 2x, ف divide 2 تبقى الx لوحدها ب 3. هو عايز ايه بقى؟ عايز find the length of each sides. يبقى انا عايز الx والy عشان اعوض بيهم. طب انا جبت الx والy, ده معناه ان طبعا كل السايدز قد بعض, اي تعويض هتعوض بيه في اي واحده من دول هيطلع نفس الناتج. شيل x وحط 3, شيل y وحط 2, تبقى 3 plus 2 5 5 plus 2 7. وطبعا دي نفس الكلام 7, دي نفس الكلام هتبقى 7, فالاجابه هي 7. If there are an infinite number of solution of the two equations, طالما الـ two equations دول ليهم عدد لا نهائي من الحلول. أنا قلت قبل كده إن طالما الـ two equations ليهم infinite number of solution, ده معناه إن الاثنين coincident. For x plus 4y equal 7, والـ equation التانية 3x plus ky equal 21. وقلنا لو أنت مركز هتاخد بالك ان هو خد الاثنين دول زي بعض بالملي. هو خد الايكويشن دي عمل لها تايمز 3, 3 بقت تحت, 3 باي اكس 3 اكس, 3 باي 7 21, يبقى 3 باي 4 ب 12. يبقى لازم الكي تبقى بكام؟ ب 12. طيب لو كانوا بارلل, ده معناه ان الكي استحاله تبقى ب 12, اي رقم تاني غير ال 12. يبقى خد بالك لو كانوا الاثنين كونسيدنت, ده معناه ان حضرتك متاكد ان الـ two equations زي بعض بالظبط, لازم يطلعوا typical زي بعض. طب لو كانوا الاثنين parallel, الاثنين parallel لازم تلاقي فيهم اختلافات, واختلاف واحد بس, مش اختلافات كتير, لا, يعني تلاقي دي ماشيه بالترتيب, دي ماشيه بالترتيب لكن الغلطه هنا, او دي بالترتيب ودي بالترتيب ودي غلطه, على حسب شكل المساله. فالاجابه هنا ان الـ k equal الـ 12. The order pair which satisfy each of the following equation. طبعا الأسرع هنا بالنسبة لي إن أنا أعمل substitution. 1 1 1 by 1 equal 2, لا. طيب 1 و 2 هل 1 by 2 equal 2؟ آه. طب كمل عشان ما تغلطش. هل لو أنا شلت الإكس وحطيت 1, شلت الواي وحطيت 2, 1 minus 2 تديني 1؟ لا, تديني negative 1, لكن الإجابة المظبوطة هتبقى دي. طبعا أنا ممكن أحلها برضو باستخدام طريقة الـ substitution. السؤال اللي بعده سؤال سهل خالص. The two numbers whose sum 7, مجموعهم ب 7, دول مجموعهم 7, دول 7, دول 7, دول 8, يبقى دي غلط. And their product ب 12, مين اللي اضربهم في بعض يدوني 12؟ دول ب 10, دول ب 6, دول ب 12, يبقى هي دي. Question اللي بعده عايز الـ solution set. لمسنا الـ x axis فين؟ في الـ 1 والـ 3, يبقى 3 1, طبعا ملهاش ترتيب دي. السؤال اللي بعده بيقول لي if there is one only one solution for the equation, ده وده, then k cannot equal, ما ينفعش تبقى بكام. خلي بالك ان هو قال لي ان ليها حل واحد بس. طيب بص للايكويشن وتاكد من اللي انا قلته من شويه. الx بقت 2x يبقى عمل لها باي 2, ال1 اهي عمل لها باي 2 بقت 2, يبقى ال2 عمل لها باي 2 تبقى 4, يبقى الاجابه هنا
ان هي 4. بس يا مستر ثانيه، ده انا لو حطيتها 4 بقول الاثنين ايه بالنسبه لبعض؟ كونسيدنت، وليهم انفينيت نمبر سوليوشن. عشان كده هو بيقول لك الكي ما ينفعش تبقى بكام. لو انا حطيت الكي هنا ب 4 ده معناه ان الاثنين بقوا كونسيدنت، وبالتالي ليهم عدد لا نهائي من الحلول. لكن هنا هو قال لي ليهم سوليوشن واحد بس. السؤال اللي بعده، الاكس ايكوال 3 اذا روت حل للايكويجن، تعالى ننقلها، اكس باور 2 بلس ام اكس ايكوال 3. هو مديني السوليوشن بتاعتي اكس ايكوال 3، تعالى نحط يلا الاكس ب 3 باور 2 بلس ام باي 3 ايكوال 3. 9 بلس 3M equal 3، ارمي 9 بره يبقى 3M equal 3 minus 9 اللي هي negative 6، اعمل divide 3 يبقى M equal negative 2، ادي negative 2. تقريبا ده اخر question عندي. The point of intersection of the two straight lines lies in the نقط quadrant. هنا هنجيب ال X negative 3، هنجيب ال Y 5، نيجاتيف 3 و5، ده في انهي كوادرنت؟ الاكس نيجاتيف 3 مكانها هنا، و5 هطلع فوق، يبقى انا في السكند كوادرنت. كده الامتحان بالنسبه لنا خلص كله.